أعزائي المشاهدين، بجدد اللقاء بيكم مرة تانية في فقرتنا التانية من برنامجكم آخر الأسبوع بروباجندا الأسبوع. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. جملة بمجرد ما تسمعها تقريبا سمعتها بصوت صاحبتها أبلة فضيلة، وعرفت كانت بتتقال في أي لأي جيل وفي أي زمان. أبلة فضيلة كانت أول من اخترع أو بدأ يعمل فكرة الحدوتة، واللي كان بيستناها جيل كامل تقريبا، حدوتة قبل النوم في برنامج غنوة وحدوتة اللي عملته أبلة فضيلة، واللي استضافت فيه قامات كبيرة جدا وقتها زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ والدكتور فاروق الباز وناس تانية كتير زي السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك. أطفال كتير جدا كانوا بيستنوا حدوتة أبلة فضيلة وما يقدروش يناموا قبل ما يسمعوها. كانت يعني الحدوتة بتقدم قيمة تربوية وسلسة وسهلة جدا جدا جدا، تخلي الأطفال فعلا عندهم يعني الشغف إن هم كل يوم قبل النوم لازم يسمعوا الحدوتة. الحد التاني معانا او امتدادا لقصة أبلة فضيلة هي هاجر برهام. هاجر صاحبة فكرة الشرح بالحواديت عفوا، واللي كان وبدات الفكره من سنه تقريبا، لما بدات هاجر ان هي تقدم معلومه تربويه وصحيه كبيره جدا لكن بطريقه سهله وسلسه زي ما بنقول كده السهل الممتنع. بدات هاجر تحكي الحدوته وتضيف فيها قيمتها التربويه الى ان جاءت ازمه كورونا، وبدأت إن هي تقدم كمان قيمة أو معلومة صحية وطبية للأطفال وكمان للأهالي داخل الحدوتة. مش بس كده أو ما انتهاش الموضوع عن كده، هاجر كمان بدأت إن هي تستقبل داخل الحدوتة ناس مختصين، بحيث مثلا لو هي هتتكلم عن معلومة طبية فيجي الدكتور المختص عن المعلومة اللي هي بتتكلم فيها فيشرح يعني المعلومة بشكل طبي أكتر، علشان مش بس يفيد الأطفال ده كمان بيفيد أولياء الأمور. ويعني علشان كمان احنا نشجع الأطفال دول، احنا عملنا مس هاجر زي ما بتحب ان يتقال عليها او زي ما بيقولوا لها الأطفال، عملت يعني حدوتة، والحدوتة دي كانت جايزتها ان الأطفال اللي هيجاوبوا على سؤال الحدوتة هيجوا معانا في بروباجندا الأسبوع في الفيديو اللي جاوبوا فيه على الحدوتة. تعالوا نشوف هاجر وتعالوا نشوف الحدوتة ونرجع تاني. طب يلا يا مس هاجر بسرعه قولي لنا سؤال الحدوته ايه علشان نلحق نصور نفسنا فيديو ونبعتها لك علشان نتعرض على قناه الصحه والجمال في برنامج اخر الاسبوع يوم الجمعه الساعه 9 بعد اعلان محمد ريان الاعلاميه اسماء ودي. جاهزين تسمعوا السؤال؟ سؤال حدوتتنا النهارده بيقول ايه؟ الدكتور قال ليوسف عندك ايه؟ يوسف انت عندك حاجه معايا عندك نزلة معوية.
دعم بسيط جدا لمس هاجر برهام ولاطفالها الجمال اللزاز ده. لكن معانا على الهاتف دلوقتي مس هاجر، هتكلمنا عن فكره الحدوته ازاي بدات واسئله كتير هنسالها لها. صباح الخير يا مس هاجر. صباح الفل، ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ ازيك؟ الحمد لله، يا رب تكوني بخير. قولي لنا بقى يا رب انت دايما بخير. قصه الحدوته يعني منين بدات ومنين اصلا جات لك الفكره؟ يعني الفكره موجوده من زمان بس اتطورت في التربيه العملي، واتطورت اكتر واكتر ايام كورونا بقى. يعني انت بداتي يعني مثلا بداتي تعملي حواديت اكتر او تتشافي اكتر مع بدايه فتره كورونا؟ ايوه بالظبط كده، بقى قعدنا في البيت ومفيش حاجه نعملها، استغليت القعده بقى وبدات بالظبط. اعمل يعني كان الافكار. يمكن اكتر المشاكل اللي بتقابلنا هي المشكله ان احنا نقعد الاطفال في البيت، يعني كانت اكبر كمان من مشكله الكبار. يعني انت ايوه بالظبط، كانت مشكله بالنسبه لي كبيره جدا، وبالذات ان الاطفال ما كانوش واخدين برضو ان هم على طول قاعدين في البيت، ومن المدارس اتقفلت والحضانات وكده، وكانت صعبه عليهم برضو، طيب فحاولت ان انا اساعدهم. قولي لي، حواديت كتيره جدا قدمتيها وبنشوفها يعني على البيج بتاعتك على الفيسبوك، وبنشوف الاطفال كتير جدا بتتفاعل معاها. لكن يعني اكيد اكيد في حدوته معينه او في قصه معينه اثرت فيكي وشفتي ليها رد فعل كبير سواء من الاطفال او من الاهالي، هل فعلا ده حصل؟ فعلا ده حصل، بس في اكتر من حدوته اثرت في الاطفال مش واحده بس، يعني زي حدوته فانوس رمضان كانت اول حدوته، حدوته كوبايه الميه، حدوته الانف والاذن، حدوته الاسنان. طيب يعني قولي لي مثلا، قولي لي مثلا رد فعل من ردود الافعال اللي انت شفتيها من الاطفال بعد الحدوته. هي انا قلتها في كذا برنامج قبل كده والله، بس انا هقولها تاني، اللي هو بيقول ابني شرب كل من الميه كله يا مس هاجر بعد حدوته كوبايه الميه. طيب قولي لي بقى، منين جت كمان فكره ان انت تجيبي حد مختص؟ يعني احنا متعودين ان احنا بنسمع الحدوته والمعلومه بتتقدم للاطفال من خلال داخل الحدوته، لكن هي جديده جدا فكره ان يجي حد مختص هو بيناشد او بيكلم اولياء الامور بشكل مباشر. تمام، هقولك، لان انا كنت كل مره بظهر لوحدي في الحلقه كلها، فيعني انا كنت عاوز اعمل حاجه جديده، عايزه حاجه الاطفال يتشدوا لها اكتر، فحاولت واستضفت شخصيات الاطفال بيحبوها برضو، يعني عشان ما يبقاش انا لوحدي. فكرة جميلة جدا وعظيمة، واحنا شايفين رد الفعل من الاطفال ومن اولياء امورهم كمان. شكرا ليكي يا هاجر، وبنتمنى لك التوفيق يا رب. أعزائي المشاهدين، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين الكبير العظائم. يعني دايما سبحان الله احنا عندنا قناعة كده ان ربنا اذا اخذ من حد منحة فانه يعني بيردها له اضعاف، او بيكون عنده يعني الكثير من المنح اللي يمكن بنشوف ان ازاي يعني سبحان الله هو عنده الحاجة دي بشكل اكبر من غيره. بنشوف كتير جدا من اهل العزائم او ذوي الهمم اللي بيشتركوا بشكل كبير جدا داخل المجتمع، ويمكن كمان ما نحسش بالإعاقة أو بالهمة بتاعتهم دي وهم بيتعاملوا معانا. لكن يعني المختلف أو اللي يمكن يكون مبهر كمان هو أستاذ علاء عيد. أستاذ علاء عيد هو حد فقد أو فاقد لنعمة البصر منذ الصغر، وتدرج في صفته الوظيفية إلى أن أصبح مدير مدرسة. لحد هنا مفيش مشكلة، أو يعني لحد هنا مفيش انبهار. أما الانبهار فإنه أصبح مدير مدرسة للصم وضعاف السمع، هو يعني هو لا يرى وهم لا يسمعون، يعني سبحان الله هم يعني همتين متضادتين تماما. يعني بلورت لينا او جسدت لينا الصوره دي الزميله والصديقه ايمان حجازي بشكل اكثر من رائع. نشوف التقرير ونرجع تاني. معانا على التليفون صاحبة هذا التقرير الجميل الإعلامية إيمان حجازي. أهلا بك يا إيمان. أهلا بك يا أسماء، صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدينك الكرام. صباح الفل. أنا طبعا مش هقول لك أنت منين يعني عرفت الفكرة أو كده، لأن في طرق كتير ممكن يعني تعرفي أو توصلي بيها للفكرة، إنما اللي أنا عاوز أسألك عليه، كلميني عن شعورك وأنت بتعملي التقرير الجميل ده.
هو في الحقيقة أسماء، هو شعوري كان مختلط كده بالارتباك، لأنها حالة جميلة جدا وحالة مختلفة. شخص كفيف فاقد للبصر، لأن هو عنده إرادة كاملة إن هو يعمل كل حاجة في نظره، إن هي ممكن تكون حاجة عادية إلا إنها في نظرنا إحنا ممكن تكون أشبه بالمستحيل. هو كسر كل الحواجز وكل القيود اللي كانت حوالين منه، لحد لما قدر ان هو يوصل لرغباته، قدر ان هو يوصل لطموحه، وقدر ان هو يحقق تارجت كويس جدا واهداف كويسه جدا هو كان نفسه ان هو يحققها، زي في العزف وفي في الرياضه، في التصوير، مواهب كتير جدا نظرا لظروفه ما يقدرش ان هو يعني يعمل فيها حاجة كويسة، إلا إن هو بالفعل عمل حاجة كويسة جدا فيها وعمل حالة مختلفة في كل مجال من المجالات دي. طيب إيمان، كلميني عن الشعور اللي انت شفتيه. ازاي يعني يعني الحالتين بيتواصلوا؟ طلاب من الصم وضعاف السمع بيتعاملوا مع مديرهم الكفيف، فهو يعني ازاي بدأت الموضوع معاه؟ يعني ازاي اصلا ان هو تطرق لهذا الشيء؟ هو في البداية ان هو لما تم اختياره يبقى مدير مدرسة للصم والبكم، طبعا الاعاقتين مختلفين تماما عن بعض، هما صم وبكم بيقدروا ان هما يشوفوا بس ما بيسمعوش وما بيتكلموش، وكذلك هو ما يقدرش ان هو يعني يشوفهم بس يقدر ان هو يسمع ويتكلم، فطبعا الاعاقتين مختلفين تماما، فكانت لازم يبقى في حاجه في النص او حلقه وصل في النص تقدر تربط ما بين الطلبه وما ايه بين هي بقى المدير. حلقة الوصل دي؟ عايزه اقول لك ان هو لما احنا اتكلمنا معاه شويه قال لنا ان هو بدا ان هو ياخد زي تدريبات مكثفه على نفسه، بدا ان هو يتحدى كل حاجه علشان خاطر ان هو يقدر يوصل لمستوى الطلبة اللي بيتعامل معاهم، يوصل للفهم او الفهم الطلبة عن طريق ان هو يقرب منهم يودهم، يبقى في حالة من الحب والمودة، بحيث ان هو يبقى يفهمهم من غير ما يتكلموا، من غير ما يعملوا اي حركة، من غير ما يعملوا اي حاجة، يبقى فاهم هو هم عايزين ايه بالظبط. شكرا كمان ليكي يا ايمان، وشكرا على صنيع ايديكي الجميل ده. اعزائي المشاهدين، بكده تكون انتهت فقرتنا النهارده وبروباجندا الاسبوع. اسيبكم مع الفقره الرياضيه مع زميلي محمد عبد السلام.